قلد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق الروم الأرثوذكس البطريرك إغناطيوس الرابع نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس لوشاح الأكبر للقديسين بطرس وبولس خلال احتفال أقيم في نيويورك، وقد أثنت الكلمات التي ألقيت على سجل وتاريخ وإنجازات فارس وعلى دوره في العمل على الوفاق السياسي بعد الحرب في لبنان وإعادة بنائه وتعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي.